بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انعقدت اليوم بمجلس جامعة فاس الدورية العادية للمجلس برسم شهر فبراير 2020، وهذه مناسبة أولا لإطلاع المجلس وعبره الساكنة على مختلف الأنشطة التي يقوم بها المجلس رئيسا ومكتبا ومستشارين ومستشارات، ثم كذلك كانت مناسبة للبت في مجموعة من القرارات سواء منها التنظيمية أو بعض القرارات التي تهم الاستثمار بالمدينة. أخص بالذكر بالدرجة الأولى قرارين تنظيميين مهمين، قرار التنظيم الذي يتعلق بتنزيل شركة التنمية المحلية المتعلقة بمواقف السيارات، والقرار التنظيمي الثاني الذي يتعلق بتنظيم إحداث واستغلال قاعة الحفلات. هذا واحد القرار التنظيمي مهم، الهدف منه هو أن هذه القاعة ديال الحفلات تكون في الأماكن التي لا تضر ولا تزعج الساكنة، في نفس الوقت الحفاظ على الاستثمار في مثل هذه القاعات. الشق الآخر هو الذي يتعلق بالاستثمار، وأخص بالذكر يعني ما تمت الموافقة عليه في اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتمت الموافقة عليه اليوم، وهو استعمال عقار جماعي من أجل استثمار من طرف مستثمر شركة مقيمة في المغرب وهي أجنبية، من أجل إحداث مركب ترفيهي في بجهة واد فاس. من جهة أخرى كان هناك كذلك ما يتعلق بالمطرح العمومي، تجديد الكراء ديال المطرح العمومي باعتبار أن المطرح العمومي الجماعي المتواجد بجامعة عين بيضاء هو أرض تكريها الجماعة ديال فاس من الجماعة السلالية عبر وزارة الداخلية، واليوم تم الإقرار في التجديد ديال هذه الاتفاقية بالمواصفات اللي كاينه في العقد الكراء. على العموم هذه هي مجمل القرارات التي اتخذها المجلس. ما يهمني التركيز عليه في هذه النقطة هو الأجواء الإيجابية التي تمر فيها الدورة ديال المجلس بمختلف المكونات ديالو، حتى لا أقول أغلبية ومعارضة، أقول مختلف المكونات والأساسية للمجلس باعتبار أن النقاش مبني على المصلحة ديال مدينة فاس، وكل النقاط اللي هي تعتبرها هذه المكونات أغلب النقاط يا إما مرت بالإجماع أو بالأغلبية، ولكن اللي مهم هو هذا الروح الإيجابية اللي هي تنتصر للمصلحة العامة والمصلحة ديال الساكنة ديال مدينة فاس فيما يخص القرارات التي تهمهم. شكرا لكم.